شباب يجي يزورك في البيت عشان كده؟ ما حصلش. بعد ما كان يزورك في البيت قبل كده؟ ما حصلش. انا قابلت استاذ جمال من غير زي ما قلت برضه، انا قابلت صوفة جنبه في كافيه قعدنا نتكلم على الموضوع بتاع المناصر. ده اللي انا قلته، لقيتها بقت في بيتي، لقيتها بقت تجارب اكتر من مره، مرتين ثلاثه، والله العظيم انا مش